السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام متابعيني على قناة ميدو برباوي، أهلا بكم. انتشر فيديو صوتي لحفيظ دراج يقولون عليه بأنه تسريب، ذلك لما يحتويه من تركيب للكلام وجعله كأنه يتهجم على أبناء الصحراء الغربية ويصفهم بأنهم بهائم. وكذلك يصف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السابق خير الدين زطشي بأنه كلب. الفيديو الذي انتشر بين القنوات المغاربية يترجم الخوف الذي أصاب مملكة بوسبير بعد إعلان ميلاد المنتخب الوطني لجمهورية الصحراء الغربية. ولحد الساعة حفيظ دراجي لم يرد حول هذا الفيديو وهذا التسريب، ولكن الأكيد أن الرد سيكون من الفيديو ذاته، لأنه أصبح سهلا أن تكتشف التزييف السطحي، لأن العالم الآن اتجه إلى التزييف العميق. سلام. وكان جاو هادو الصحراء وكان جاو عندهم ايكيب تاع فوتبال وكان يديروا ديموند في لافيفا يدخلوا عادي جدا. هما اللي بهاي ما عندهم لا ايكيب تاع فوتبال لا والو، ما وضيعونا هادو من الراس تاع والديهم كاع. فهمت، الناس تصطاد في المياه العكيره وكل حاجه تكتب ضد المغرب، ولا كيفاش؟ ما كانش حتى حاجه ضد المغرب، ما كتبته ضد انفانتينو وضد الفيفا وضد هذا الكلب تاعنا تاع خير الدين زطشي هذا، لعنة الله عليه.